هاي، في اليوم رح أسوي سلايمات مائية ورح أزين سلايمات شفافة بجليترات مختلفة، وكمان رح أسوي سلايم آيس كريم وكمان أشياء ثانية. وبس خليكم مع الفيديو. أول شيء رح أسويه هو سلايم شفاف مائي، ورح أخلي فوق طبقة فلين ورح أخليها تنشف. الحين رح أوريكم كيف الطريقة. عشان نسوي سلايم الشفاف المائي، أول شيء راح أحتاج غراء شفاف، وبعدين راح أضيف موية نفس كمية الغراء أو أكثر من كمية الغراء بشوية. وبعدين راح أضيف مجموعة فلينات ملونة. واخر شيء راح ابدا اضيف بوراكس واخلط لحد ما يتكون معاي سلايم. وبعد ما يتكون معاي سلايم راح اخليه مكشوف لمده يومين. اللي راح يصير راح ترتفع طبقه الفلين فوق وراح تصير قاسيه. وثاني سلايم مائي حبيت أزينه بأشياء مختلفة. أول شيء حطيت عليه ورق ذهبي، وثالث شي حطيت سلايمات شفافة في قوالب ثلج وراح أبدأ أزينها بجليترات بألوان مختلفة.
سلايم رح اسوي سلايم ايس كريم. اللي سويته جبت مجموعه كلاود سلايم ولونتهم بالوان مختلفه وراح ابدا اكورهم على شكل الايس كريم، واخر شيء راح ازينهم باشكال مختلفه. اكتبوا لي ايش تتوقعوا حيطلع اللون لما اخلطهم مع بعض. مرة عن نفسي حبيت نتيجة اللون، اكتبوا لي في التعليقات إذا حبيت اللون أو لا. واخر شيء جبت مجموعة سليمات اسفنجية بالوان مختلفة متناسقة، وبعدين راح اشكلهم وراح ازينهم اخر شيء. وبس نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي اقتراحاتكم في الفيديوهات الجاية. وباي.